على بركة الله مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم. انطلق على حضراتكم مشهدنا التاسع وآخر الأشواط هنا في هذا الانطلاق من مسافة 1500 متر. أسير وياكم مع المركز الأول مقدمة هذا الشوط والانطلاقة هنا كما قرار غالب بن سالم الحميضي مع المركز الأول. المركز الثاني الشرطة محمد بن سعيد الغسالي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث ايضا شرارة راشد بن خويطر المالكي على المركز الثالث. المركز الرابع الشانية ناصر بن محمد الدويكي على المركز الرابع، والمركز الخامس ايضا الشهنية محمد بن غدير الوهيبي المنطلق في هذه اللحظات. هذه النتيجة للخمسة المراكز الاولى المنطلقة. اعود الى قرار في مقدمة الشوط الى التحدي الجميل، وبالفعل غرار هي صاحبة الشكل الجميل. هنا من ينطلق مع المركز الاول من تبحث عن الناموس والانتصار في هذا الشوط الجميل وفي هذا التحدي الجميل. غالب بن سالم الحميضي منطلقا مع غرار نحو المركز الاول بدون منافس على الاطلاق، من تبحث قرار عن الناموس والانتصار في هذا الشوط. ايضا تهانينا بنزف التهاني لهذه اللحظات من 400 متر الاخير وانفرادت قرار نحو المركز الاول نحو الصدارة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله على هذه النهاية. صاحب التوقيت ايضا دقيقة و39 للفئة الصعوب تضيف هذا الاشتراك الثاني ايضا للفئة المشتركات بانجاز والاروع بانجاز والاروع. هنا غرار مع المركز الاول، تهانينا والناموس لمالك غرار غالب بن سالم الحميضي. اشكرك على هذا الاداء الجميل واختيار النوعية بالفعل المميزة، تهانينا والناموس على هذا الاداء الجميل. مشكور يا بالقاضي المتابعة. المركز الثاني الشرطة محمد سعيد الغساني، المركز الثالث كانت ايضا الدرعية عامر الحميد الدويكي. دقيقتين وثلاث هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.